الملوخيه. هقول لكم بقى مقادير الملوخيه بالذات لما تكون مجمده يعني، تمام، عشان تعمليها تطلع طعمها تحفه زي الفريش. معايا كيس ملوخيه، كيس الملوخيه بيبقى مكتوب عليه 400 جرام، هو ده اللي انا هستخدمه. اهم حاجه في اي حاجه متجمده تاخدي بالك من حاجتين، اول حاجه تاريخ الانتاج والانتهاء طبعا، تاني حاجه انه هي متجمده ما تبقاش مكعبره. لو هي مكعبره ده معناه ايه؟ انها فكت واخدت درجه حراره الجو ورجعت اتجمدت تاني، فتلاقي الكيس اساسا مكعبر او في حتت كده ايه ده في جميع اي حاجه مجمده، البسله، الفاصوليا، اي حاجه. لكن طول ما هي مفروده ومبططه بنفس شكل التغليف بتاعها ده معناها انها فضلت مجمده، فده كويس، لان الحاجه لما بنفكها ونرجع نجمدها تاني ما تنفعش خالص، ما ينفعش نستخدمها. فتخلي بالكم الحاجات دي، لان بعض السوبر ماركتس مثلا النور عنده يتقطع او هو مش يعني مش فارقه معاه فكت ويرجع يجمدها تاني، فانت تخلي بالك تنقي الكيس اللي هو ايه الخضار فيه بيبقى مبطط ومستوي كده يعني متساوي كده، ده معناه بقى ان هو مغلف تغليف مصنع بقى يعني مش فك بقى وبتاع كده. خلي بالك كيس ملوخيه، معايا معلقه كبيره من السمنه، معايا رشه سكر. محدش يقول لي يعني ايه رشه سكر خفيفه مع الملوخيه، يقول لك الله الملوخيه كده مسكره كده جميله، مش مسكره يعني عسل، لا بيبقى بيديها كده طعم ظريف. رشه خفيفه. معايا شوربه، ممكن نستخدم كوبايه او اكتر شويه، بس انا غالبا بستخدم 3 كبشات كبار، دول بقى يطلعوا كوبايه يطلعوا اقل من كوبايه، يعني انا بستخدم 3 كبشات كبار مع كيس الملوخيه بيطلع ايه يعني مظبوطه وليها عرق وخطيره. ومعايا 3 فصوص من الثوم المفروم، ما بحبش احط ثوم كتير، ما بحس ان انها ثوم بالملوخيه، يعني في ناس بتحط ثوم كتير قوي، بصراحه انا ما بحبهاش كده، احب احس بطعم الملوخيه ويبقى فيها نكهه الثوم. فهم 3 فصوص او حتى فصين كبار كده حلوين مفرومين كفايه قوي. معلقه سمنه ثانيه عشان التومه، معلقتين معاها معلقتين زيت، ومعايا كمان طبعا كزبره، معلقه كبيره من الكزبره الناشفه، وممكن بقى ناكلها بعيش بلدي برز ابيض بشعريه. احنا عاملين كل الحاجات عشان احنا الحلقه هتخلص وهقعد اكل الملوخيه كلها. هنيجي بقى هنا حله كده على النار ونجيب اول حاجه الملوخيه. اول حاجه الملوخيه، ايوه اول حاجه الملوخيه، بتفك كده بدرجة حرارة الجو أو حتى بتبقى لسه فيها سن التجميد، يعني على الأقل تسيبيها بره الفريزر بتاع مثلا نص ساعة كده بعدين تستخدميها. فدي طبعا خلاص أخدت حرارة الجو، أنا هحطها على طول كده في الحلة. سوح اديها كده إيه تقلبتين علشان كمان تبخر أي مية كانت فيها مكان التجميد، تمام. أنا بحب كده إيه خليها تلسع الحلة كده وكل البخار بتاع أي مية موجودة فيها. بصوا كمان بتبقلل كده ظريف على طول لأن الحلة كمان سخنة. معايا بقى السمنة، هنحط معلقة كبيرة كده، تمام، خلي الباقي ده للتومة. هنحط مكعب مرق ورشة سكر، أهو رشة سكر كده، هذا الشكل الظريف. في بقى ناس بتقول لك لا الملوخيه ما ينفعش تغلي وهي غلوه واحده، الكلام ده بصراحه انا ما بجربه، ما فيش اي حاجه خالص، عادي اسيبها تغلي بس مش كتير، يعني مش اسيبها تغلي واروح اتكلم في التليفون واعمل حاجات، لا يعني انها تاخد لها غلوتين ثلاثه بعد ما احط الشوربه ما فيش مشكله عادي، يعني مش لازم غلوه واحده ونطفي بسرعه لا الموضوع مش كده يعني. بصوا انا عايزه اتاكد ان السمنه ساحت ومكعب المرق كمان كده، خلاص تمام. يبقى معاد بقى ايه الشوربه، شوربه تكون سخنه، شوربه فراخ او شوربه لحمه، اللي معايا دي شوربه فراخ ومتحدقه بقى ومظبطه. احنا قلنا هنحط 3 كبشات كبار، 1 2 3، نشوف ايه الحكايه كده. في هذه الأثناء بقى عايزين نسخن الطاسة عشان نعمل التومة كده، حطلها بقى رشة ملح كده اهو. عايزة اوريكوا بقى سمكها كده ايه، بصوا معايا يا شباب، بصوا السمك ده هايل، انا مش عايزاها تبقى اتخن من كده خالص، يا دوبك 3 كبشات كبار كده زي الفل اهو. بصوا
بتاعته فيها عرق وظريفة جدا ولونها حلو مية مية. انا عايزة بقى اشوف هنا اخبار الطاسة ايه علشان نجيب برضو فيها سمنة عشان التومة بقى. نحط كمان زيت، معلقتين زيت كده مع السمنة. تعالى يا توم، هنحط التوم. ايه ده، انا حطيت سمنة تاني مش توم، طلعتها على النظر بقى معلش. ادي التوم زي ما قلنا كده، فصين كفاية قوي. اول ما شم ريحة التوم هحط الكزبرة على طول. جاهزة اهو بالكزبرة كده، مش عايزاه يلون قوي كده. بس حط بقى ايه الكزبرة الظريفة. يا خبر يا خبر على ريحة الايه الطشة عظيمة. اخبارك ايه يا ملوخية؟ انت خلاص كده يا ملوخية، بنشكرك جدا وغليت وبقت تمام التمام. هعمل ايه بقى؟ والتومة هنا خلاص اهي، شكرا يا تومة، متغمقش اكتر من كده ابدا. بصوا بقى بعمل ايه، انا هاخد هنا كده الملوخية احطها هنا في الطاجن، لانه كده ايه لما اجيب حاجة امسك بيها لحسن سخنة. عايزة الكاميرا بس تبقى معايا لو سمحت يا استاذ احمد عشان نشوف الملوخية واحنا حاطينها في الطاجن اهو كده اهو. انا هسيب شوية صغيرين ليه؟ بصوا هعمل ايه، نيجي هنا كده عند الطشة الحلوة دي وهقوم ايه كده. لازم نعمل الحركة دي. والشوية بقى دول هنا ايه، عايزة اعمل انا بقى ايه حركة ما بين شوية الملوخية دول والطاسة اللي احنا حمرنا فيها التوم. بس هي سخنة سخنة، مش قادرة ايه اعمل بيها حركات بقى بصراحة كده عشان تاخد كل بهريز التومة بقى. ونقوم ايه حاطين كده يا جماعة بقى، مش قادرة اقول لكم ملوخية خطيرة وسمكها حلو، مش خفيفة قوي ولا تخينة جدا. نحطها بقى هناك هنا كده اهو، بس وبالهنا والشفا.